وللحديث أكثر حول موافقة مجلس الوزراء على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، ينضم معي الآن عضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل الأستاذ حسام الحيدة. أستاذ حسام، أهلا بك. بداية، قراءتك للترتيبات الجديدة في انتقال الموظف إلى القطاعات المستهدفة للتخصيص كوجهة نظر كمختص في الموارد البشرية. حياك الله ويطول بعمرك. اول شيء قرار مجلس الوزراء اللي تضمن التخصيص، احنا بس عشان نوضح للساده المشاهدين والمشاهدات مفهوم التخصيص، كمجملا هو نقل ملكيه الاصول من الحكومه الى القطاع الخاص، بما يعني اسناد او تقديم خدمات حكوميه معينه الى القطاع الخاص. طبعا هذه لها اثر كبير وايجابيات على مستوى التخصيص، منها رفع مستوى حجم مستوى الخدمات المقدمه وكفاءتها للمواطن والمقيم، وإضافة إلى ذلك تقليل تكاليف على الحكومة، وذلك من خلال إعادة تركيز جهود الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي والقطاع الخاص ينفذ هذه التشريعات. بالإضافة لذلك توليد أيضا فرص استثمارية حتكون جاذبة للقطاع الخاص، مما يسهم أيضا في زيادة الناتج المحلي، تعزيز طبعا استدامة الاقتصاد في المملكة، وهذا اللي نعكف عليه بشكل رئيسي ونطلع عليه من زيادة أو إطلاق مفهوم التخصيص. بالإضافة إلى العنصر الهام، تخفيف المصاريف الرأسمالية على الميزانية العامة للدولة، استفيد منها طبعا بالمصاريف التشغيلية الأخرى للدولة، وهذه من أهم مزايا التخصيص. طيب، كيف يعني ستسهم الترتيبات الجديدة أستاذ حسام للموظف بعد الانتقال إلى القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص؟ أقصد من مزايا وحقوق. طبعا إذا تحدثنا عن المزايا، طبعا قرار مجلس الوزراء ضمن للموظف أنه لن يكون هناك طبعا نقص في الأجر سواء الأساسي أو الفعلي حسب ما ورد في القرار. إضافة إلى ذلك ستضم خدمة السابقة للموظف الخاضعة لنظام التقاعد، سيتم ضمها إلى التأمينات الاجتماعية. بالإضافة لذلك حتكون العقود الأولى لمن يتم عليهم قرار التخصيص حتكون لمدة عامين، فهذه جميعها مزايا حتقدم في مجال التخصيص، ولن يكون إن شاء الله هناك أي شيء مقلق في هذا الأمر. طيب، يعني زيادة فرص العمل يعني من خلال برنامج التخصيص، يعني بهذا الشان يعني تكون هناك زيادة، كيف ممكن يعني يسهم يعني برأيك في خفض مستويات البطالة؟ لما احنا الآن تخصص القطاعات إلى قطاع خاص، ستكون هناك في مرونة في التعيين، بدل ما كنا في السابق ننتظر الميزانية وتعلن عن أرقام من وزارة الخدمة المدنية سابقا التي الآن تم تحويلها وزارة الموارد البشرية، الآن أصبح التخصيص في مجال على مستوى القطاع الخاص، سيكون هناك إجراء المقابلات بشكل مباشر وفق معايير معينة سيتم تحديدها مع الجهة المسؤولة، وتشترط موافقة وزارة الموارد البشرية ووزارة المالية المعنية بالتخصيص على هذا الأمر. فهناك حتكون مرونة واستقطاب لكفاءات سعودية لزيادة إسهامها، ومما يخلق له أثر إيجابي على تطوير مستوى الخدمات، سرعة إنجازها، وتقليل من بيروقراطية اللي قد تكون موجودة سابقا، إلى تسريع في عمليات الإجراءات وتنفيذها على مستوى القطاع الخاص، وحتكون بشكل أساسي مرتبطة في تقييم أداء الموظف وتعتمد عليها، وسيتضح هناك من خلال الموظف المتميز بناء على الإنتاجية وتقييم الأداء الموظف. طيب، الحديث الآن اللي داير بين أوساط الناس خصوصا يعني في السوشيال ميديا، أنه يعني ما هي الآليات المتوقعة خصوصا يعني من خدم أكثر من 20 سنة أو أقل، كيف يكون يعني الاختيار أو التعيين يعني من خلال يعني نظام التأمينات الاجتماعية أو النظام الأخير اللي صدر؟ طبعا من تقل خدمته عن 25 عام سيخير بين صفقة حقوقه بدون راتب تقاعدي أو استمراره بعقد جديد مع الجهة وضم خدماته السابقة للتأمينات، ومن تزيد خدمته عن 25 عام سيتخير بين إحالته للتقاعد براتب تقاعد يحصل عليه أو استمرار عقده بعقد جديد مع الجهة وفق ما تقتضيه الاتفاقية اللي تم مع وزارة الموارد البشرية. إضافة لذلك، التعاقد بالنظام الجديد سيكون صرف مكافأة بنسبة 16% لكل سنة خدمة أو 4 رواتب كحد أقصى، طبعا هذا ما يعفي الجهة، سيتم تعويضه أيضا عن إجازات السابقة ومستحقات مالية أخرى. طيب، خليني تفضل.
طبعا في لما نتحدث احنا عن عقود الموظفين منتخب الخدمه عن 25 عام واكثر من 25، يتبادل ذهن موظفين على بنود الاجور. طبعا هذا نحب نطمئن بالموضوع هذا انه لن ينقص مثل ما ورد في قرار مجلس الوزراء. طبعا في موظفي الاجور ستتحمل طبعا الجهه المحوله اليها التكاليف الماليه المترتبه على ذلك، وسيتم ايضا تخصيصهم ضمن برنامج التخصيص، ولن يقل ايضا لا الاجر الاساسي ولا الفعلي، وتكون خدمته ايضا متصله في التامينات الاجتماعيه. طيب يعني في حديث ايضا يدور انه يعني ممكن يكون هناك فصل يعني لبعض الموظفين، يعني يعني هل في يعني شيء من الامر؟ ما ورد في القرار أي قرارة فصل، بالعكس القرار قرار مجلس الوزراء هو حريص على الموظف السعودي أو الموظفة السعودية أنه يكون له الاستقرار والأمان والإطمئنان. حتكون العقود مبدئية سنتين ويتم تقييمها، بالعكس هذا حيكون حافز الموظفين. من لا قدر الله لن يكون له تخصيص أو ما تنطبق عليه شروط التخصيص، سيمنحه أيضا القرار أنه الفرصة لمدة عام للبحث عن جهة، وإضافة إلى ذلك سيكون له كل أسبوع يوم إجازة لبحث فرص قطاع عمل قطاع جهة حكومية أخرى بالإمكان الانتقال إليه. طيب هل تتولى الجهة يعني اللي هو البحث مع الموظف عن جهة عمل أخرى أم من الموظف؟ لا، كل الطرفين. المسؤولية الأساسية أي الموظف عن البحث عن جهة أخرى تستقطبه، له الحرية بزيارة القطاعات الحكومية الأخرى وعرض سيرته الذاتية وإجراء المقابلات، ويكفل له النظام أنه دفع يوم من كل أسبوع حيكون له أجر كامل بالإمكان زيارة بدون حضور المنشأة والإجراء المقابلات وتسهيلها. هذا قرار يضمن أيضا حق الموظف. طيب بالنسبة للمزايا الجديدة في العقود الجديدة، يعني باختصار أستاذ حسام، يعني ما هي أبرز المزايا في العقود الجديدة؟ طبعا حتكون فيها العديد من البدلات، لكن أبرز المزايا أنه الأجر الحالي للموظف سواء الأساسي، بعضهم أيضا يتحدث عن بدلات أخرى طبيعة عمل أو مناجم أو من هذا القبيل، لن تتأثر بأي شكل من الأشكال. سيكون الأجر الأساسي والفعلي مساوي على الأقل لما هو يستلمه الموظف حاليا. طيب الآن البداية الفعلية لتطبيق يعني هالنظام، يعني باختصار متى الوقت؟ يعني هل في تاريخ معين لانتهاء الأمر؟ حسب ما أعلن حيكون لمدة 6 أشهر عن طريق ما تعلن وزارة الموارد البشرية ووزارة المالية. طبعا الآن على الجهات الحكومية أو الجهات الرقمة اللي شملها قرار التخصيص أن تتعامل مع وزارة الموارد البشرية ووزارة المالية بتحديد اللوائح والأنظمة بتخصيص الموظف والشروط في مجال قبول الوظيفة. شكرا لك الأستاذ حسام الحيدة، عضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، شكرا لك.